بتكملة ما بدأناه عن وعرفنا الكوادرات هو inert molecule should be converted to active molecule by chemical or enzymatic hydrolysis and we classified the prodrug into carrier linked neutral بالإضافة إلى البيوبيكواتر prodrug. Today we focus on carrier linked prodrug and what are the types of carrier linked prodrug. احنا اخذنا امثلة عن الكارير لينك برودرج وعرفنا انه الكارير لينك برودرج يحتاج انرت برومويتي يعني البرومويتي اللي راح نسوي لها كونكشن اور لينكيج ويا الدرج الاصلي ما حيكون لها اي فعالية دوائية without any therapeutic effect only in order to modify the pharmacokinetic properties for drug molecules. يعني مجرد انه تحور لي الفارماكوكاينتيك بروبرتيز يعني تحسنها مثلا تحسن سوليبولتي تحسن الستيبولتي اتسترا. اليوم حنتعرف على الانواع الاساسيه للكارير لينك برودرج. الكارير لينك برودرج تكون السلام عليكم طلاب. طلاب جدا اعتذر اليوم ما اعرف مشكله الانترنت شنو البرنامج كله بديل ويعني يادوب بيفتح ما اعرف الامور هسه شنو ياكم دي تسمعوني او صوت واضح يمكم اكو صوره في الباوربوينت صاير مثل الشيء طالعه الصوره واضحه انا يمي ماكو ما طالعه صوره اخو يمكم صوره طالعه ماكو صورة اوكي خليني ابشر وحاليا طلاب بعد ما نجي على بركة الله في الوقت المتبقي بالنسبة للكارير لينك بروجرام نقسمهم إلى اللي هي الباي بارتيت بروجرام والتراي بارتيت بروجرام بالإضافة إلى الماكرو مولكيولر بروجرام. يعني هذه اسمها النوع الاولانيات اللي هو الباي بارتيت والتراي بارتيت
هذه احنا اخذنا امثلة عليها بالمحاضرات السابقة. الباي بروتيز ايش نقصد بيها؟ هنا البروميتي او الكارير مويتي مباشرة ترتبط مع البرد مويتيول بدون وجود اي سبيسر، بدون وجود اي لينكر. اما بالنسبة الى التراي بروتيز فهنا الناس تتكون من ثلاث اجزاء، البرد بلس بروميتي بالاضافة الى وجود لينكر يربط بيناتهم. هذا مثال تعرفنا عليه بالمحاضرات السابقة اللي هو شفنا في حالة الكيفالوسفورين فودرز وإنه اللي راح يكون على شكل دبل ستاردين بيج، فاستخدمنا هنا الكاربونيت لينكر in order to separate between the بروميتي and the parent drug، يعني راح يفصل بين البرد الأصلي بين البروميتي عبارة عن لينكر صغير. هذا اللينكر الصغير هو اللي هذا اللينكر هو اللي راح يسبب لي الدبل ستار لينكيج، او هو اللي راح يصنع لنا الدبل ستار لينكيج. اما بالنسبه الى الفايف باكيت مثل ما قلنا يكون الارتباط مباشر بين اللينكر وبين الفيرنت دراج مولكيول. طبعا هنا اللينكر بالمثال اللي اخذناه عن الكيفالوسفورين كان عباره عن الكربونيت هو اللي اشتغل كلينكر. ممكن يكون اللينكر على شكل مو فقط الكربونيت، على غير شكل كيميائي ايضا ممكن، يعني هنا يكون على شكل الكربونيت وغيرها من السمول مولكيول. يعني شرط انه يكون هنا سمول مولكيول هي اللي تربط بين البروميتي وبين البيرنت دراج مولكيول. بالنسبه الى النوع الجديد من الكارير مينت برودراج هو الماكرو مولكيولار برودراج. من اسمه الماكرو مولكيولار يعني هنا راح تكون عندي هيوج او لارج مولكيول هي اللي راح اربطها ويا الدراج مولكيول الاصليه. طبعا الاهداف هي نفس الاهداف ذا سيم ايم for the preparation of a prodrug، منها انه improve the solubility, the stability، كذلك بالنسبة الى release pharmacokinetic properties of drugs. واهم صفة من او اهم aim من المacromolecular prodrug هو targeting purpose. Targeting purpose that is to say release the drug molecule at the site of action. يعني هنا الدراج مولكيول اوصله مباشرة the size of action in order to improve and increase the safety of the drug and reduce its unwanted side effect or unwanted interaction with another organ. يعني هنا من نخلي الماكرو مولكيول ترتبط بالدرج الاصلي هدفها تكون مثل الناقل، هذا الناقل اللي راح يوصلني لدرج مولكيول مباشرة الى size of action او الى التارجت اكشن. راح ناخذ مثال هسه على الماكرو مولكيولار برودراج. اول شيء هسه اريد تعرف انه الماكرو مولكيولار برودراج هو نوع من انواع الكارير مينت برودراج. الماكرو مولكيولار برودراج the main aim for their preparation هو التارجتنج، بالاضافه طبعا هنا من خلال التارجتنج راح احصل هنا بعض الـ improvement or optimization for another properties مثل الـ improvement of solubility, stability and another types of pharmacokinetic properties. بالنسبة إلى المثال اللي حنتعرف عليه هو الـ oleanolic acid. الـ oleanolic acid هذا يعني therapeutic agent اللي هو naturally produced therapeutic agent can be extracted from herbs. Certain types of Asian herbs. هذا الأوليانوليك أسيد can be used for treatment of inflammatory conditions. So it has anti-inflammatory and analgesic therapeutic effects in addition to its anti-tumor activity. يعني نلاحظ أنه الثيرابيوتيك properties أو الثيرابيوتيك effect بالنسبة إلى الأوليانوليك أسيد تكون جدا مهمة، لكن على الرغم من هذا كله تكون الـ bioavailability of this oleanolic acid is very low. تكون الـ
الاورال مو فقط الاورال يعني البايو افيلابيلتي بصوره عامه للاوليونوليك اسيد تكون جدا قليله. السبب هذا هو لو واتر سولوبيلتي، يعني لاحظ احنا لما نختبر البايو افيلابيلتي تكون حوالي 7%. 7% هذا في الرقم كلش قليل. So we wanted to increase or to improve the availability of polyanolic acid by preparation of a program. قلنا احنا البايو افيلابيلتي سببها ليش قليلة؟ سببها انه low water solubility. نلاحظ 0.012 microgram thermal، هذه يعني مقدار الواتر solubility انها جدا قليلة. بالنسبة إلى يعني الجرب حتى أزيد الواتر سوليبلتي، إحنا قلنا ممكن إنه نضيف له الهيدروفيليك موليكيول أو الهيدروفيليك بروموليكيول in order to increase the hydrophilicity by that increase water solubility. هذا الهيدروفيليك موليكيول أو هذا الأبروش became non-beneficial with the oleanolic acid. يعني هنا الأوليانوليك أسيد لما ردنا نحط السوليبلتي أو الهيدروفيليسيتي لهذا المركب فشلوا باستخدام الهيدروفيليك مولكيول. يعني الهيدروفيليك بروجرام بهاي الحالة ما فادت فيها. So in order to increase the bioavailability they depend on another approach or depend on another types of modification. هنا راح توجهوا باتجاه ثاني اللي هو targeting for a specific transporter system. بالنسبة إلى البايو أفيلابيلتي، البايو أفيلابيلتي ممكن إنه تصير من خلال direct absorption، يعني هذا ممكن يصير من خلال الباسف ديفيوجن مثلاً، وهذا هنا راح تتحكم به ال concentration gradient بالإضافة إلى chemical properties of the compound. وممكن إنه يكون هنا البايو أفيلابيلتي تعتمد على transporter معين، فممكن هنا المركب حتى لو كان هو لايفوفيليك لكنه يصير للابزوربشن من خلال ترانسبورتر معين. فهنا الترانسبورتر اللي يستهدفه in order to absorb or enhance the absorption of oleanolic acid هو البيبتايد ترانسبورتر 1 أو البيبتايد T1 ترانسبورتر سيستم. هذا الترانسبورتر إذا نقل الأوليانوليك أسيد lead to increase its bioavailability. So the main aim of a prodrug preparation of oleanolic acid هو in order to target peptide T1 transporter system. يعني هنا صحيح احنا نريد نحسن البايوافيلابيلتي لكن مو من خلال increase the hydrophilicity. هنا انتبهوا عليه the approach in order to increase the bioavailability اما انه نحسن solubility أو الهيدروفيليسيتي، يعني نسوي توازن بين الهيدروفيليسيتي والهيدروفوبيسيتي، or by targeting specific transporter system. فالـ transporter system اللي يزيد البايوافيلابيلتي of polyanolic acid هو البيبتايد T1 transporter system. This system is very important absorption of different types of drugs. يعني مو فقط هنا هذا الـ transporter system يشتغل على الأوليانوليك acid، شوفوا انه هذا السيستم ممكن يساعد على increase the bioavailability of another type of drugs. من امثلة الدراج اللي يزيدنا البيوافيلابيلتي الها هو اذكر بالمحاضرة الاسايكلوفير. البيوافيلابيلتي للاسايكلوفير جدا قليلة، ممكن تكون بين ال 15 الى 20%، لكن لما تنقل أو لما أصنع على شكل برودراج in order to be transported by peptide T1 transporter system this lead to increase the bioavailability of acyclovir to became 55%، يعني توصل إلى 55%. then إحنا شلون هنا نسوي targeting towards this peptide T1 transporter system؟ من اسمه peptide transporter، يعني ينقل البيبتايد molecule. المفروض أن البيبتايد موليكيول هذه يكون عندها هاي افينيتي توارد ذيس ترانسبورتر اند ذيس فاسيليتيز ذا ترانسبورت اوف ذيس موليكيول. فبهالحالة إذا ربطنا الدراج موليكيول ويا هذا البيبتايد ويا سبيسيفيك بيبتايد زين باي ذات ليد تو انكريز ذا افينيتي توارد ذا ترانسبورتر سيستم
ويساعد على نقلها. يعني البكتايد زائد الجراس اثنينهم راح ينقلون بواسطه هذا الترانسبورت سيستم. Which type of peptide has high affinity towards this transport system? يعني كل أنواع البيبتايد ممكن إنه تنقل بواسطة هذا الترانسبورت؟ أكيد لا. البيبتايد اللي يحتوي على الفالين، البيبتايد اللي يحتوي على الفالين بالإضافة إلى البيبتايد اللي يحتوي على الأيانين. نلاحظ هذا هو هنا البروجرام أريانوليك أسيد البيبتايد أو البروجرام أو أريانوليك أسيد. نلاحظ هنا الأريانوليك أسيد حضرناه على شكل إستر بروجرام، حضرناه على شكل إستر بروجرام. شلون هنا؟ أول شيء إحنا قلنا شنو مشكلته؟ مشكلته هو اللو بايو أفيلابيلتي. الجزئية بالبايو أفيلابيلتي قلنا إذا زيدنا سوليبيلتي مقال أيضا ما زود البايو أفيلابيلتي. أو العفو هنا إذا زيدنا الهايدروفيليسيتي ما زيدنا الووتر سوليبيلتي وبالتالي ما زيدت البايو أفيلابيلتي. فبالتالي إيش نستهدف؟ نستهدف الترانسبورتر سيستم. الترانسبورتر سيستم ربطنا ويا الأونيانوليك أسيد، ربطنا ويا مرة فالين ومرة ربطنا ويا ألانين فالين أو ألانين أو فالين. يعني هنا هذا عبارة عن بكتيدات ده نربطها اللي هو specific type of amino acid ده نربطها ويا الأونيانوليك أسيد. طبعا هنا الربط المفروض يكون من خلال السبيسات. ليش؟ لأنه إذا ربط مباشر this lead to give starvation diet. يعني هنا الاسترلينتيج نفس البرنسبل بالضبط اللي درسناه في حالة السيفالوسفورين والبنسلين اللي هي البيتا لاكتام بصورة عامة، قلنا ما ممكن نحضرها على شكل استر بروجرام ديو تو ستيريك هندرنس، بالتالي الكسر بواسطة الاسترايز بكيم فيري ديفيكولت. So we must add linker molecule in order to give double start approach، وبهالحالة راح ينكسر عندك الاستر. هنا نفس البرنسبل لما استخدمنا الكاربوكسيل جروب اللي موجودة بالأونيانوليك أسيد ربطناها ويا البيبتايد لكن بوجود السبيسر. شنو نوع السبيسر اللي مستخدمين؟ مثلا الإثيلين جلايكول سبيسر اللي هو هذا بالمركب الأول، هذا المركب العلوي اللي رابطي ويا الفالين، هذا هو السبيسر. طلاب من أقول الإثيلين جلايكول هذا هو هنا CH2CH2، هذا إذا تلاحظ هذا السبيسر يتكون فقط من اثنين ذرات كربون، معناها هو الإثيل موليكيول. جلايكول معناها كان عنده اثنين هيدروكسيل جروب واستخدمناها بالربط بالاسترلينتيج. يعني هنا هذه الأوتش الأولى ربطناها ويا الكربوكسيل، لاحظ هنا هذا الأريانوليك أسيد الموليكيول الأساسية تحتوي على كربوكسيل جروب، ربطناها بين الأوتش اللي موجودة بالإثيلين جلايكول، والأوتش الثانية مال الإثيلين جلايكول ربطناها ويا الكربوكسيل جروب مال الفالين. فأمطاني ضبط السابلينكيج، أمطاني استرات اثنين من جهات اثنين. أمطاني هذا البرودراز، هذا البرودراز اللاحظة هنا زيد السوليبولتي، بنفس الوقت من زيد السوليبولتي أمطاني تارجتين توارد فتاي تي وان ترانسبورتر سيستم. فبسبب استهدافه أو بسبب تارجتين توارد ذيس فتاي ترانسبورتر سيستم lead to increase the bioavailability. النوع الثاني من البرودراج للأوليانوليك أسيد هو by the same principle. البرودراج هنا اللي حضره استخدموا peptide أطول من يعني أكثر من أمينو أسيد واحد، استخدموا الألانين بلس الفالين. الألانين بلس الفالين هذا اثنينهم مربوطات مع بعضهم البعض، ربطوهم ويا الأوليانوليك أسيد أيضا by specific spacer. السبيسر هنا اللي استخدموه هو البروبيلين جلايكول، هالمرة استخدموا البروبيلين جلايكول يعني بي ثلاثة كربون أتم، هذه كربون أتم الأولى وهذه كربون الأتم الثانية وهذه الكربون أتم نقر 3. هذا هو البروبيلين جلايكول، هذا اللي يربط بين الدايبيبتايد وبين الأوليانوليك أسيد. أيضا نفس البرنسبل كان عنده OH، فكل وحدة من كل طرف وحدة ربطناها ويا الكربوكسيل جروب مال الأوليانوليك أسيد اللي هو الفارينت دراج، والثانية الـ OH ربطناها ويا البيبتايد.
اللي هو الألانين والفالين. انطانا هذا البرودراك. هذا البرودراك هنا نلاحظ انه السوليبولتي الى اقل من 1 ملي جرام في اكمل، بينما السوليبولتي للبرودراك الاول اللي استخدمنا به الاثيلين جلايكول بلس فالين السوليبولتي كانت اعلى 25 مايكروغرام. هنا الهدف هو مو السوليبولتي، الهدف هو التارجيتينج توارد البابتايد تي 1 ترانسبورتر سيستم. هنا الهدف انه مو حتى اقلل او ازيد من السوليبولتي، الهدف هنا انه التارجيتينج توارد البابتايد تي 1 ترانسبورتر سيستم. ليش؟ لان هذا مجموعه او البابتايد اللي ربطناها مع الاوليانوليك اسيد ذات give high affinity toward the system and by that need to increase its bioavailability. لحد هنا اكو سؤال طلاب؟ طالبات معلقين يقولون المؤشر ما طالع، وبعدين اكو طالب رجاله كلهم المؤشر طالع. طلاب اليوم الانترنت جدا ضعيف، فمن متى يطلع يمنا المؤشر معناها النت ما ضعيف. هسه اكو طالبات يقولون طالع المؤشر موجود، واللي عنده سؤال اللي يكون عند اي مفتوح طلاب. طلاب اللي عنده سؤال Q&A مفتوح. هدى السلام عليكم دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم هدى. بس دكتور الإثيرينج والنوع الثاني مدى عرفوا مدى الارتباط بال 2 كربون؟ الأخو بس أيدي السؤال بالبداية قطع. دكتورة إذن السبيسرز اللي استخدمناهم. نعم. الإثيرينج جلايكول والبروبيلين جلايكول. نعم. بس قلتي اول واحد ارتباط اشتغل كلينكر ب 2 كربون، بينما هم اثنينهم يتعاملون اثنينهم يربطون بين البيرنت دراج مولكيول الدرج الاصلي وبين البابتايد اللي احنا مستخدمينه. نعم دكتور، انت قلتي مناطق الارتباط ذاك يربط 2 كربون وهذا 3. مو 2 كربون، هو اللينكر يتكون من 2 كربون، هو من اسمه اثيلين جلايكول. الاثيلين يعني دي 2 كربون، بينما البروبيلين جلايكول هو يعني هو عباره عن بروتين. اوكي مثل البروتين جلايكول يعني لا مو يرتبط ويا ثلاثة، لا هو يمكن يتكون من 3 ذرات كربون، بينما في حاله الاثيلين جلايكول لا يتكون من ذرات كربون 2. هذه هدى اذا انا استطعت اي مثل مؤشر. لا الجزء اللي بالمربع هو هذا البيبتايد، ما لنا علاقه به. الجزء اللي يربط الكربوكسيل جروب مال الاوليانوليك اسيد ويا البيبتايد هو هذا اللينكر. شوف هنا عندك فقط 2 ذرات كربون، بينما هنا 3. بعد هاي وحده هاي 2 وهاي 3، اذا 3 ذرات كربون هاي يتكون منها اللينكر. بلى دكتور عاشت ايدكم، بس عبالي عبالي بس نقاط ارتباط ونقطتين ارتباط. اي نعم. لا لا مو الارتباط، لا الارتباط ان شاء الله. عاشت ايدكم. واضحه واضحه دكتور. اهلا بشكرا. بعد منو عنده سؤال طلاب؟ أنا أقول بالحالة الأولى فقط أزيد السوليبولتي، إحنا جبنا بالحالة يعني الهدف الأساسي إنه أزيد التارجتينج توارد بابتايد ترانسبورتر سيستم. من أزيد البابتايد الأفينيتي توارد بابتايد ترانسبورتر سيستم معناها زيدنا البايو أفيلابيلتي. الهدف إنه أزيد الأفينيتي توارد ذا بابتايد ترانسبورتر سيستم. أكو سؤال لحد هنا طلاب؟ ننتقل للنوع الثاني. أوكي نكمل. نورس نورس أهل سؤال. أوكي نكمل نسوي النوع الثاني من البرودراج. هنا طبعا هذا نوع البرودراج هو كارير لينك من الماكرو مولكيولار برودراج.
ماكرو موليكيولار. ليش سميناه ماكرو موليكيولار؟ لانه هنا كان يعني الجزيئه حجمها كبير، واللينك اللي ضفنا او البروموليتي اللي ضفناها، طبعا البروموليتي هنا باول حاله هي الفالين، وبالحاله الثانيه الدايبتايد اللي هو الفالين او الهنين. هذا هو هنا دايبتايد بالحاله الاولى، امينو اسيد فقط واحد ثاني. ننتقل الى المثال الثاني من البرودراز اللي هو الباكليتاكسل برودراز. الباكليتاكسل هذا ايضا ناتشرال برودكت. الباكليتاكسل هذا ناتشرال برودكت يعني مو سيرتيفايد برودكت. Also it's secreted from certain types of plants. طبعا هذا النوع عنده anti cancer activity very strong anti cancer activity used for treatment of specific types of cancer. لكنه المشكلة اللي يجي هو low water solubility. This leads to low bioavailability. How we can increase the water solubility؟ طبعا مثل each macromolecule يعني الجزيئات الكبيرة